الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. توتر في طرابلس تتخلله أعمال قنص أوقعت المزيد من الضحايا. الجيش الحر يدمر مقر قيادة حزب الله بالسيدة زينب وسقوط قتلى وجرحى. عشرات القتلى والجرحى في هجمات في بغداد والموصل، والجيش العراقي يبدأ عملية واسعة في الأنبار. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة. الألماني سيباستيان فيتال بطل العالم للفورمولا 1 للموسم الرابع على التوالي. أهلا بكم. تدخل المعارك في طرابلس أسبوعها الثاني في ظل عجز رسمي عن حقن الدماء وإنقاذ المدينة في دوامة العنف التي تتآكلها وتدفع فيها ثمنا باهظا من أرواح مواطنيها وأرزاقهم. وما أن تهدأ أصوات القذائف الصاروخية التي تقض مضاجع المواطنين كل مساء، حتى ترتفع أصوات أعمال القنص التي تشل كل يوم كافة محاور القتال. وهذا ما حصل اليوم، حيث سجل سقوط المزيد من الإصابات. وللمزيد ننتقل مباشرة إلى مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، ما هي آخر تطورات في طرابلس؟ نعم رشا، بعد ليلة عنيفة شهدتها المدينة ليل أمس، شهدت طرابلس اليوم صباحا عمليات قنص متقطعة، فالاشتباكات توقفت ولكن أعمال القنص لم تتوقف، هي متقطعة وبشكل مستمر بين الحينة والأخرى. نرى أعمال قنص أصيب على إثرها شخصين، شخص من باب التباني وآخر من جبل محسن. هذا من الناحية الميدانية. أما من الناحية الأمنية وفيما يتعلق بالخطة الأمنية، فما حكي بالأمس عن خطة أمنية بدأت بالفعل تنفذ اليوم في طرابلس، إذ كثف الدور الجيش من دورياته ومن حواجزه التي أقامها عند مداخل المدينة وفي داخل المدينة وشوارعها الرئيسية، وكثف أيضا من دورياته المؤللة عند دوار أبو علي وعند مداخل المحاور القتال الرئيسية بين جبل محسن وباب التباني. وعلمنا بأن الجيش يرد فقط على مصادر النيران ولكنه لم يتدخل حتى الآن. أما بالنسبة لقوى الأمن الداخلي فإن فوج التدخل أيضا يسير دوريات من دوار أبو علي إلى مستديرة عبد الحميد كرامي، وهناك بعض الحواجز الترقب إن صح التعبير. أما بالنسبة للناحية التجارية أو الحركة التجارية في طرابلس يوم الأحد فإنها خجولة جدا، المواطنون والتجار يرفعون الصوت ويرفعون الصرخة ويطالبون الدولة والحكومة، حكومة تصريف الأعمال، بضرورة التحرك بأسرع وقت لوضع حد لهذا الفلتان الأمني الذي دخل أسبوعه الثاني والذي دخل في دوامة غير معروفة من العنف ومن التوتر ومن الاشتباكات التي تحصد المزيد من القتلى والضحايا كل يوم. على كل حال أيضا في طرابلس علمنا منذ قليل بأن هناك بعض المتاريس توضع في عند محاور القتال، وهذا ما يؤشر إلى أن الاشتباكات يمكن أن تتجدد خلال فترة الليل، إذ درجت العادة أن تتجدد الاشتباكات خلال فترة الليل وتستعد بين الساعة 10 و 4 فجرا، وأن يسود الجو في المدينة نوع من الاشتباكات العبارة عن تقنيص المتقطع بين الحينة والأخرى. ويحكى هنا من الأهالي ومن المسؤولين في المدينة بأن هذا الموضوع قد يكون مرتبطا بمعركة القلمون في سوريا، ويكون مرتبطا بالقضية السورية وبما يجري في سوريا، ما يعني أن الأمور ستطول أكثر وأكثر في طرابلس. لن أعود إليك رشا في نشرات اللاحقة، ولكن قبل ذلك نشاهد شريط صغير لأبرز ما يقوله المواطنون في طرابلس. ما بقى فينا، ما عم ننام الليل ببيوتنا، لقمة أكل ما عنا، ما فينا، ما في أكل بالسوق، ما في أكل بالسوق أبدا، يعني بنروح لآخر دين لك نجيب الدواء، ما لقيت والله صيدلية فاتحة. حرام هالشعب، وين الدولة يعني؟ شو ناطرين بعد أكثر من هيك؟ مثل ما أنك شايف، يعني بس أنا بشتغل هون بمحل حلو، الساعة 6 صرت مدينة أشباح، وشو متوقعين لسه أكثر من الشعب يتحمل لا يتحمل؟ ما بعرف يعني شايفين أو ساكتين، هي مشكلة. ما أنهم شايفين شيء بالمرة هيدي مشكلة أكبر، هذا السؤال اللي بدنا نطرحه، وين عيونهم؟ من حمل رئيس الحكومة والنواب والوزراء المسؤولين هن على أمن لبنان وأمن طرابلس وأمن لبنان كله، معقولة هل ترى خمس أيام من القذائف الصواريخ عم تنضرب على طرابلس والنواب والوزراء والأمنيين ساكتين، وين الدولة؟
نبقى في طرابلس، حيث عقد النائب السابق مصباح الأحدب مؤتمرا صحفيا دعا فيه القوى الحية والقيادات السياسية والتجار والصناعيين المنكوبين والمجتمع المدني في المدينة إلى تشكيل جبهة متراصة لإنقاذها. وتساءل الأحدب عما فعله وزراء ونواب طرابلس أمام هول المشهد وبعد 17 جولة من العنف. والسؤال هنا إلى الإخوة النواب، ألا يتعلم المرء من أخطائه؟ فإن كنتم متسامحين ونسيتم الانقلاب الذي قام به الرئيس ميقاتي على الرئيس سعد الحريري، فهل تؤمنون لرئيس حكومة لم يسحب ترخيص الحزب العربي الديمقراطي الذي أثبتت التحقيقات بالصورة والصوت ضلوع عناصره بتفجير مسجدي السلام والتقوى في مدينته وفي عقر داره طرابلس؟ هل تؤمنون لرئيس حكومة لم يطلب من وزير خارجيته استدعاء السفير السوري بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوع ضباط من المخابرات السورية في التفجيرين؟ هل تؤمنون لرئيس حكومة لم يتجرأ على اتخاذ موقفا واضحا في ملف سماح المملوك حتى الآن؟ هل تؤمنون لرئيس حكومة صديق بشار الأسد الذي اعتبر منذ بضعة أيام بمقابلة تلفزيونية بأن جبل محسن محافظة سورية دون أن يتجرأ لا هو رئيس الحكومة ولا أي شخص من الدولة اللبنانية ولا من المسؤولين الاعتراض عليه؟ هل تؤمنون لرئيس حكومة يوفر الغطاء للأجهزة الأمنية لتحمي الميليشيات المتحكمة برقاب الناس والتي تتحرك وفق الإيقاع السياسي لماكنة النظام السوري ومخابراته؟ هل تؤمنون لرئيس حكومة يمول مجموعات مسلحة ويغطيها ثم يتهمها بإنشاء إمارة ويهدر دمها؟ هل تؤمنون لرئيس حكومة أعطى التعليمات للهيئة العليا للإغاثة بدفع تعويضات للمتضررين في أحداث التبانة وجبل محسن بقيمة 200,000 ليرة؟ نعم، 200 و300 ألف ليرة، ولم يطلب من الهيئة التعويض عن متضرري تفجير المساجد حتى اللحظة؟ فمن تؤمنون وعلى ماذا تؤمنونه؟ أتؤمنونه ليضرب أبناء طرابلس بيد من حديد وفق نموذج عبرة فيقضي على أبناء التبانة والإبة والبقار والمنكوبين والريفة والبرانية والشعراني ويترك عملاء النظام السوري رفعت عيد وسرايا المقاومة يسرحون ويمرحون ويعيثون فساد في طرابلس؟ ألم تسمعوا صرخة بهية الحريري بالأمس عن الذل الذي يعيشونه في صيدا؟ لا والله، لا والله، لا والله، نحن أبناء طرابلس لن نقبل بذلك، وطرابلس ليست عبرة. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن الأولوية هي لوقف الأحداث في طرابلس وإعادة الهدوء إليها. ومتابعة للأوضاع في طرابلس، اطلع ميقاتي من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الإجراءات الميدانية التي يقوم بها الجيش وعملية توقيف المخلين بالأمن وإحالتهم إلى القضاء. كذلك أجرى اتصالين هاتفيين بوزير العدل شكيب قرطباوي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، شدد في خلالهما على أهمية الإسراع في التحقيقات الجارية مع الموقوفين في حادثي تفجيري طرابلس وإحالة جميع المتورطين على القضاء. وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل قال إن الجيش اللبناني بدأ تعزيز قواته في طرابلس وأن قوى الأمن الداخلي أرسلت مصفحات وعناصر جديدة إلى المدينة. وأضاف شربل في تصريح لصحيفة المستقبل أن قوى الأمن بدأت بإقامة حواجز تفتيش ومنع الخوات والسرقات وملاحقة الفاعلين، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية العمل على خطة اجتماعية لتأمين وظائف وفرص عمل وتوفير تعويضات لأهالي الضحايا الأبرياء.
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أعرب عن ألمه لما يجري من أحداث في طرابلس التي باتت رهينة للمتقاتلين في سوريا، ودعا الراعي المسؤولين السياسيين إلى تأليف حكومة جديدة ووضع قانون جديد عادل للانتخابات وتهيئة استحقاق انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري. كم ألمتنا مشاهد الأحداث المؤسفة والمؤلمة في مدينة طرابلس العزيزة، وهي أحداث تجرح المدينة في الصميم، إذ توقعها وشعبها البريء ضحية رهينة للمتقاتلين في سوريا، وأولئك المراهنين على نتائجها بالنسبة للفريقين المتنازعين. يا رب ساعد الجيش اللبناني والقوى الأمنية على إحكام سيطرتها على مواقع الأحداث في طرابلس، ساعده على تجريد المتقاتلين من سلاحهم وسوقهم إلى العدالة، فليبادروا إلى تأليف حكومة جديدة وإلى وضع قانون جديد عادل ولائق للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في أسرع ما يمكن، وليهيئ استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري. عضو كتلة نواب حزب الله النائب علي فياض اتهم من سماها بعض القوى الإقليمية التي تمارس سياسات قائمة على الثأر والحقد والكراهية المذهبية بالوقوف وراء تفجير الأوضاع في طرابلس وعرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل مجلس النواب. أضاف فياض أن لبنان بلد المدينة والحضارة بات مأخوذا كرهينة من قبل هذه السياسات، قائلا أن النفط لا يبني مدينة وحضارة، وأن هذه النعمة التي كان من المفترض أن تبني أحزمة البؤس في الوطن العربي باتت تغذي عقلية الأحزمة الناسفة التي تهدد المدنيين والأبرياء على خلفية حسابات طائفية بغيضة. واعتبر فياض أن القتال في طرابلس لا يغير معادلة ولا يخدم قضية، بل يعقد شروط البلد ويدفع الأمور باتجاه المزيد من الانهيار على المستويين الأمني والسياسي. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تنهي تحديد المواقع الكيماوية في سوريا. أعلن المجلس العسكري للجيش السوري الحر لدمشق وريفها عن مقتل وجرح العشرات من عناصر حزب الله في تفجير أحد مقراته في ضاحية السيدة زينب، في وقت تدور اشتباكات عنيفة على هذا المحور وتحديدا في حي المشتل وحي البيرقدار، كما يسجل قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على أحياء مخيم اليرموك وبرزة، وسقطت قذائف هون على حي باب شرقي وعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة مساكن برزة. وتيرة المواجهات في ريف دمشق اشتدت في الآونة الأخيرة بين الجيش الحر وبين كتائب الأسد والميليشيات المتحالفة معها. الثوار تمكنوا من تدمير مبنى في منطقة السيدة زينب كان شبيحة النظام ومسلحو حزب الله ولواء أبو الفضل العباس يتحصنون في داخله. في المقابل دكت الراجمات الأسدية بعشرات الصواريخ مع ضمية الشام والزبداني والقلمون والمليحة والغوطة الشرقية ودارية ومعظم كرى الريف. القصف الهمجي طاول أيضا العاصمة دمشق وتركز على مخيم اليرموك والعسالي وشارع الثلاثين، فيما دارت مواجهات في برزة وجوبر. الطيران الحربي كثف غاراته على درع البلد، وتعرضت بصرة الشام والنعيمة وحي طريق السد في درع وريفها إلى قصف مدفعي. في وسط البلاد استهدفت عصابات الأسد أحياء تلبيسة والدار الكبيرة والرستن والحولة والغنتو في حمص وريفها. في المقابل تمكن الثوار من تحرير حاجز المكاتب في سوران بريف حماة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الشبيحة. الطيران الحربي أغار بكثافة على الأحياء المحررة في دير الزور، وانهالت الصواريخ على المباني، واندلعت معارك ضارية في حي الراشدي.
وفي الحسكة أغارت طائرات النظام أيضا على مدينة اليعروبي مستخدمة المجال الجوي العراقي، فيما لا تزال الأنباء متضاربة بشأن السيطرة على معبر المدينة بعد مواجهات بين الجيش الحر وبين الأكراد وكتائب الأسد وشبيحة المالكي حسبما أعلن ناشطون. قصف مدفعي عنيف من الطيران الحربي والمروحية على مدينة سفيرة بحلب وسط اشتباكات متقطعة على أكثر من جبهة. المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد أكد في اتصال مع تلفزيون المستقبل استمرار المعارك في اليعربية، متهما القوات العراقية بحشد عشرات الدبابات لمساندة المسلحين الأكراد، كما تطرق إلى معارك السيدة زينب. معبر اليعروبية تحت سيطرة الجيش السوري الحر، تحاول بعض الميليشيات السيطرة على هذا المعبر بدعم عراقي وبقصف من داخل الأراضي العراقية. هناك حشود عراقية تقصف أراضي السورية من منطقة ربيعة، وهذه الحشود نخشى كثيرا أنها تستعد لاقتحام منطقة المعبر. أنا أعتقد أن هذا الشيء سيكون يزج لحكومة نور المالكي في الصراع السوري، وسيكون أخذوا طرفا علنا إذا اقتحم الجيش العراقي هذه المناطق. وأنا سمعت تهديدات اليوم لبعض المسؤولين العراقيين، تسريبات إعلامية أنهم يستعدون إلى الدخول. نحن نعلم أنهم سهلوا دخول ميليشيا عراقية لسوريا لتقاتل جوار النظام، وهم بالإضافة إلى ذلك يقومون بالقصف منذ 3 أيام على منطقة اليعروبية والمناطق المحيطة بها، ويستهدفون تجمعات الجيش السوري الحر في تحد صارخ إلى رغبة الشعب السوري وإلى الشيء وإلى الوقوف موقف الحيادي كما يقول نوري المالكي. هذا شأن داخلي سوري، لا يحق لميليشيا نوري المالكي وجيشه أن يتدخل به أو أن يقصف وينتهك حرمية الأراضي السورية بهذا الشكل. نحن طلبنا من الأخوة في الائتلاف أن يتوجهوا إلى مجلس الأمن بصورة عاجلة حتى يتم تقديم شكوى رسمية حول ما يقوم به نوري المالكي وجيشه ومرتزقة الجيش السوري الحر. يقوم بسلسة عمليات نوعية في مناطق تواجد ميليشيا حزب الله المجرم والمرتزقة العراقيين والإيرانيين الذين يقاتلون الشعب السوري في منطقة السيدة زينب، في محيط المعظمية، في محيط دارية، في محيط حلسطة، أينما وجدت هذه الميليشيات. أستطيع أن أؤكد أن 48 ساعة الماضية قد مني بها الحزب بعشرات الإصابات بين قتيل وجريح، والحزب يعلم تماما ما هو حجم الضرر الذي أصابه، لأنه ما زال يصر بتوجيه مباشر من إيران أن يشارك بقتل الشعب السوري. في السيدة زينب كان هناك له أكثر من 10 قتلى في الأمس، واليوم هناك عمليات نوعية قام بها الجيش السوري الحر باتجاه بلدة لسبينة وحجيرة وهذه المناطق، أيضا أصيب بها مرتزقة إيرانيين ومرتزقة لحزب الله، ولا نعلم طبيعة الأرقام تماما وكم عدد القتلى، لكن هناك تأكيد على أن الإصابات كانت مباشرة بالإضافة إلى تدمير المبنى الذي قام به أحد تشكيلات الجيش السوري الحر. نسف المبنى نسفا نهائيا كاملا، وكان به عشرات المرتزقة من حزب الله والميليشيات الإيرانية. المقداد تناول أيضا موقف الائتلاف السوري من جولة الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي الذي من المقرر أن يصل غدا إلى دمشق، معلنا رفض تحرك الإبراهيمي لإشراك إيران في مؤتمر جنيف 2. يعني نحن بداية أبلغنا السيد الإبراهيمي خلال اجتماع قيادة هيئة الأركان معه منذ 4 أيام أن موقف الجيش السوري الحر والثوار على الأرض هو واضح، الجميع يسعى إلى حل والجميع يؤيد الحل، لكن نحن نرى أن الحل يجب أن يشخص بداية أساس المشكلة. المشكلة في سوريا لها عنوان، وعنوانها نظام بشار الأسد. إذا لا تم علاج هذه المشكلة فستبقى سوريا ضمن دوامة الدم وضمن دوامة الدمار التي يتسبب به هذا النظام. نحن قدمنا مطالب واضحة، هي ليست شروط، هي مطالب الثورة السورية والتي ضحى من أجلها 150,000 شهيد بأرواحهم. تبدأ هذه المطالب من تنحي نظام بشار الأسد المجرم ومحاسبة القتلة والانتقال في سوريا إلى ديمقراطية وإلى دولة حرة وعادلة. هذه ليست شروط مسبقة، هذا ما يريده الشعب السوري وهذا حقه، هذا أبسط حقوق ممكن أن نطالب بها. ما دون ذلك لن نذهب إلى جنيف ولن يكون هناك جنيف، وسنعتبر كائنا من كان الذي يذهب إلى جنيف بدون تحقيق مطالب الشعب السوري هو لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل رغبة الشعب السوري. أنا أعتقد أن السيد الأخضر الإبراهيمي هو جاد في مسعى إيجاد حلول توافقية أو إيجاد حلول ترضي الأطراف، لكن هناك طرف من غير الممكن أرضاه وهو نظام بشار الأسد. كيف من الممكن أن نرضي المجرم؟ المجرم يجب أن يحاسب، يجب أن يرحل، يجب أن يتنحى، يجب أن يحاكم أمام محاكم دولية عادلة، وليس يجب أن نجد على مخرج معه وآلية ترضيه. بشار الأسد لا يرضي الشيء إلا أن يبقى في الحكم ويبقى يقتل الشعب السوري.
هذه إذا كان السيد الأخضر الإبراهيمي جاد في رغبته يجب أن يرى ماذا يريد الشعب السوري. نحن أبلغنا السيد الإبراهيمي أننا منفتحون، نحن نريد حل، لكن الحل يكمن في تلبية مطالب أهل سوريا والشعب السوري. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة أن سوريا سلمت برنامجها للأسلحة الكيماوية خلال المهل المحددة. إلى ذلك تنهي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة عملها في سوريا اليوم. وزار مفتشو المنظمة الدولية 19 موقعا بحلول نهار الجمعة، وذلك من مجموع 23 موقعا. يذكر أن المنظمة الدولية مطالبة بتعطيل الأسلحة الكيماوية السورية بحلول الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك من خلال إزالة شحنتها المتفجرة. 54 قتيلا وأكثر من 130 جريحا في سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وبأوقات متزامنة استهدفت مناطق عدة في بغداد والموصل. عشرات القتلى وأكثر من 100 جريح في تواصل للعنف الدامي الذي يضرب المدن العراقية من أقصى الشمال إلى الجنوب. فاليوم استفاقت العاصمة العراقية على سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مناطق عدة في بغداد، منها البياع والبلديات والشعب والمشتل والحرية وسبع البور. سحب الدخان الأسود غطت سماء بعض المناطق في بغداد، فيما كانت سيارات الإسعاف تجوب شوارع لنقل المصابين. وفي وقت كانت بغداد تلملم أشلاء الضحايا، انفجرت سيارة مفخخة بمنطقة الفيصلية في الموصل يقودها انتحاري. وذكرت المصادر أن الانتحاري فجر السيارة في تجمع لعسكريين كانوا ينتظرون استلام رواتبهم أمام أحد المصارف. الموجة الجديدة من التفجيرات تشكل حلقة جديدة من أعمال العنف المتصاعدة منذ نيسان الماضي، حيث قتل أكثر من 50 شخصا في اقتحام قوات حكومية لاعتصام مناهض لرئيس الوزراء نور المالكي قرب كركوك شمال بغداد. في أي حال، أكثر من 600 شخص قتلوا في العراق منذ بداية تشرين الأول الحالي بحسب مصادر أمنية وعسكرية وطبية عراقية، وتعد موجة العنف الأخيرة هي الأسوأ في العراق منذ 5 سنوات. وسط هذه الأجواء أعلنت وزارة الدفاع العراقية بدء عملية عسكرية في الأنبار أطلق عليها اسم أسود العراق، وعلى امتداد الحدود مع سوريا لضبط الأمن. وقالت مصادر عسكرية عراقية إن قوات خاصة بدأت تنفيذ عملية واسعة في صحراء الأنبار لضرب معاقل تنظيم القاعدة. وأضاف المصدر أن المروحيات القتالية تشارك في العمليات، مشيرا إلى أن الجيش حصل على تأييد مطلق من عشائر الأنبار القاطنة في تلك المناطق لتنفيذ المهمة. وأكد المصدر أنه لم يتم تحديد سقف زمني معين لهذه العملية، لافتا إلى أن نهايتها ستكون مع تدمير آخر وكر لتنظيم القاعدة. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. تحركات أوروبية مرتقبة لاحتواء أزمة التجسس الأمريكي. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. توتر في طرابلس تخلله أعمال قنص أوقعت المزيد من الضحايا. الجيش الحر يدمر مقر قيادة حزب الله في السيدة زينب وسقوط قتلى وجرحى. عشرات القتلى والجرحى في هجمات في بغداد والموصل، والجيش العراقي يبدأ عملية واسعة في الأنبار. تصوت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر اليوم على مواد الحقوق والحريات في المسودة الأولية. وشهد الاجتماع الثاني المغلق للجنة المخصص للتصويت على مواد باب الحقوق والحريات اعتراضا من عدد من الأعضاء على استمرار سرية الجلسات ومنع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور، وطالبوا في بداية الجلسة بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام. العد العكسي لإقرار الدستور المصري انطلق بعدما بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور التصويت على مواد الحقوق والحريات في المسودة الأولية. وأوضح رئيس اللجنة عمرو موسى أن اللجنة ستستعمل خلال المرحلة المقبلة لإعداد النص الأساسي لمشروع الدستور تمهيدا للقراءة النهائية في الأسابيع القليلة المقبلة. وأشارت مصادر في اللجنة إلى انفراجات متوقعة بشأن مواد الهوية، بخاصة بعد توافق ممثلي الأزهر والكنائس على بقاء المادتين الثانية والثالثة بدون تعديل.
فيما تنص المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. في المقابل نظمت ما تعرف بجبهة طريق الثورة تظاهرة وسط القاهرة تحت شعار الشارع لنا لرفض مشروع قانوني تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب اللذين أعدتهما الحكومة المصرية برئاسة حازم ببلاوي. أما على صعيد محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فكشفت مصادر أن المحاكمة ستتم في الموعد المحدد لها في الرابع من الشهر المقبل، وبحسب المصادر ستكون المحاكمة داخل قاعة خاصة تم تجهيزها في المبنى القديم لمعهد أمناء الشرطة في محيط منطقة سجن طرة جنوب القاهرة. يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد شككت في إجراء محاكمة مرسي في موعدها، خصوصا في ظل التسريبات لتتحدث عن توعد جماعة الإخوان بتنظيم فعاليات احتجاجية غير مسبوقة للحيلولة دون إتمام المحاكمة. أمنيا أكدت مصادر أن أجهزة سيادية بدأت تحقيقات مكثفة متبوعة بحملات تفتيش في عدد من المقرات المهمة بالدولة على رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة من أجل الكشف عن أي معدات أو أجهزة للتجسس في تلك المناطق، خصوصا بعدما وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية تعمل لصالح المخابرات الأمريكية تم استيرادها وتركيبها في عهد جماعة الإخوان المسلمين. أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن تبادلا لإطلاق النار جرى الليلة الماضية بين الحرس الوطني التونسي ومجموعة إرهابية على الحدود مع الجزائر، ونفت الوزارة وقوع خسائر أو ضحايا في صفوف الحرس الوطني، كما أشارت تقارير إعلامية لافتة إلى أن وحدات الحرس الوطني ما زالت تلاحق المجموعة الإرهابية في المنطقة الحدودية. وعلى الصعيد السياسي تواصلت مشاورات الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة التونسية، وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي توسط للحوار بين الطرفين عن بدء العد التنازلي لتطبيق خارطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تسير أعمال تتولى الإعداد للانتخابات المقبلة. بدأت بالعاصمة اليمنية صنعاء أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني بحضور غالبية المكونات الرئيسية في المؤتمر، وقد بدأت الجلسة في الوقت الذي يقاطع مكونا الحراك الجنوبي وأنصار الله أعمال الجلسة الختامية احتجاجا على عدم تنفيذ أمانة ورئاسة الحوار مطالبهما. أعلنت مجموعة من المعارضين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان نيتها تشكيل تيار سياسي جديد، وذلك بعد شهر من خروج مظاهرات تنديدا بالخطة الاقتصادية للحكومة. وتضم المجموعة غازي صلاح الدين العتباني المستشار السابق للرئيس عمر البشير وثلاثين آخرين، ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من توصيات لجنة من حزب المؤتمر الحاكم بطرد المنشقين عن الحزب. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يجب إجبار إيران على وقف أعمال تخصيب اليورانيوم كليا عن طريق تشديد العقوبات المفروضة. وقال نتنياهو في خلال اجتماع لحكومته اليوم أن طهران تملك حاليا القدرة على تخصيب اليورانيوم من درجة 3.5% إلى درجة 90% خلال أسابيع عدة، مؤكدا أن الهدف يجب أن يكون وقف أعمال التخصيب. وحول الملف الفلسطيني أكد نتنياهو رغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، إلا أنها ستحافظ على مصالحها الحيوية وفي مقدمتها الأمنية. وقال أن أي قرار ستتخذه الحكومة بشأن الإفراج عن السجناء الفلسطينيين يلزم جميع الأحزاب في الائتلاف الحكومي. وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض هو أحد الخطوط الحمراء لإيران.
وأكد المسؤول الإيراني أن القوى الكبرى يمكنها وضع شروط مثل إغلاق موقع فوردو، لكن بالتأكيد موقع فوردو لن يغلق، معتبرا أن طهران أوجدت شروطا لا تفكر الولايات المتحدة وإسرائيل فيها بعد الآن بمهاجمة مواقعها النووية، إذ أن صواريخها ردعية ولا أهداف عدوانية لديها في المنطقة على حد تعبيره. ويضم موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم حوالي 3000 من أجهزة الطرد المركزي، يتم تشغيل حوالي 700 منها حاليا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. ما زالت قضية التجسس الأمريكي على هاتف المستشارة الألمانية تتفاعل في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، في وقت يسافر وفد أوروبي إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل للحصول على إجابات من المسؤولين الأمريكيين على مزاعم عن عمليات تجسس. إذن نعتذر عن هذا الخطأ التقني ونتابع النشرة. توجه الناخبون الجورجيون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات لإنهاء 10 سنوات من حكم الرئيس الحالي الذي تولى السلطة إثر ثورة الورود عام 2003، ولم يعد يحق له الترشح بعد ولايتين رئاسيتين متتاليتين. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الساعة 8 مساء. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مرشح حركة حلم الجورجية هو الأوفر حظا للفوز أمام الرئيس السابق للبرلمان. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. المؤتمر الأول لمسيحيي المشرق يدعو المسيحيين للتشبث بأرضهم. التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة المفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ونائبه مختار لماني، وتناول البحث ملف المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم والدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمة الدولية للإفراج عنهما. في ختام المؤتمر العام الأول لمسيحيي المشرق، قرر المؤتمرون تكليف لجنة من الهيئة الإدارية لوضع دراسات من أجل حماية المسيحيين. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي أكد أن مسيحيي المشرق هم أبناء المنطقة ويجب أن يبقوا في مناطقهم، داعيا إياهم إلى التشبث بأرضهم. كما شدد على ضرورة تفعيل الحوار بين المسيحيين المشرقيين وإخوانهم المسلمين بغية تعزيز التفاهم. قال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حديدي أن الحزب سيبقى يناضل لتحقيق العدالة الاجتماعية والدولة المدنية. كلام حديدي ورد خلال مهرجان أقيم لمناسبة الذكرى 89 لتأسيس الحزب. استطاع حزبنا أن يبقى لصلابة مؤسسيه ولصلابة انتمائه الاجتماعي والوطني. استطاع هذا الحزب أن يبقى صامداً بخياله اليساري الديمقراطي المستقل، أن يرفض التبعية لأي انتماء وأي اصطفاف ذو طابع طائفي، ولذلك استطاع المحافظة على خطه وسياسته المستقلة في كل الجوانب، في نظرته للدولة، في نضاله من أجل التغيير الديمقراطي، من أجل قانون للانتخابات على أساس النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، يكون مدخلا أساسيا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية. لمناسبة مرور 30 عاما على أسره في السجون الفرنسية، نفذ أصدقاء جورج عبد الله اعتصاما أمام السفارة الفرنسية في بيروت رافعين لافتات تدعو إلى الإفراج عنه، وأكدت أن التضامن للإفراج عن جورج عبد الله لن يتوقف لأنه بات مختطفا من قبل السلطات الفرنسية. تحول عوائق كثيرة دون انطلاق العمل فعليا في معمل مشمش للنفايات في عكار، ما يحرم المنطقة فائدة بيئية وتنموية. تقرير زياد منصور.
في 28 من حزيران 2010 تم وضع حجر الأساس لمعمل فرز النفايات في وطمشمش الذي كان من المؤمل في حينه أن يشكل مقدمة لفتح الباب أمام حل مشكلة التخلص من النفايات في منطقة الجرد وبمواصفات عالمية. لكن الرغبة شيء وحال المصنع اليوم الذي انتهت أعمال بنائه وتجهيزه شيء آخر، فبقي هيكلا مجهزا دون حركة بسبب غياب التمويل ومشاكل أخرى. من البلدية السابقة اشترتها الأرض، رجعنا نحن تممنا العمل مع وزارة التنمية الإدارية لبناء هذا مع الاتحاد الأوروبي من شان هالمعمل. بفضل الله سبحانه وتعالى تم إنجاز المعمل وتم افتتاحه وتم تسليمه من خلال أسبوع زمان، على أساس أنه في شركات تستلم هالموضوع وتدرب ناس عليه. يمكن صور فيه تقاعس من ماديا من البلديات أو من الجهات المانحة. بالحقيقة البيعي تشغيل المعمل ثلاث شغلات، أول منهم أول وحدة هو الطريق. الطريق ضيق، بده توسع وبده جدران دعم كتير على طول تقريبا شي 3 كيلومتر. العامل الثاني هو عدم وجود التمويل لتشغيل المعمل، لأنه بسبب عجز البلدية عن القيام بهاي المهمة. الشيء الثالث كان عدم وجود محطة كهرباء بمنطقة حتى تغذي المعمل وتمده بالطاقة الكهربائية. يؤكد المعنيون أن أحدا لا يتجرع على الاستثمار والاستفادة من المنقصات والتلزيمات والتسهيلات التي تقدمها البلدية في معمل الفرز والتسبيخ بحجة ضيق الطريق إلى المعمل وصعوبة الوصول إليه، بالإضافة لطول المسافة بين مصدر النفايات والمعمل المذكور وغياب الكادر المؤهل. على الرغم من إنجاز معمل فرز النفايات في وطمشمش والذي كلف مبالغا طائلة، إلا أن تشغيل المعمل أمرا بالغ الصعوبة بسبب غياب الموارد المائية عند البلديات، مما يهدد بكارثة بيئية كبيرة في المنطقة. زياد نصور، تلفزيون المستقبل. قضت المواطنة نزهات رويساتي وأصيب شخصان آخران بجروح خطيرة جراء حادث سير وقع على طريق مجدليون جزين. وقد وقع الحادث عندما اصطدمت سيارة كانت تقودها المواطنة فاطمة الغرمتي وبرفقتها رويساتي بسيارة أجرة كان يقودها وليد حسين وتقل مواطنا سوريا. وقد انقلبت السيارة الأولى مرات عدة ما أدى إلى تحطمها بالكامل، فتوفيت رويساتي على الفور، فيما نقلت الغرمة والمواطن السوري بحال خطرة إلى المستشفى. وتتابعون بعد الفاصل في الرياضة. كلاسيكو إسبانيا ينتهي بفوز برشلونة. والآن إلى الصفحة الرياضية مع محمود سمورة. مساء الخير محمود. مساء الخير رشا، يعطيك العافية. وانت كمان، يعني أكيد يمكن أبرز شيء كان مبارح، كانت الأنظار كلها على ماتش ريال وبرشلونة. بالفعل يعني برشلونة حقق فوز كتير مهم بهالمرحلة من الدوري الإسباني. الفارق أصبح 6 نقاط مع ريال مدريد، أتلتيكو مدريد تاني. يعني بعتقد أنه الليغا كمان مثل السنة الماضية عم تنحسم بداية الموسم. هلا بنعرف اكثر التفاصيل معك، تفضل. اخبار الرياضه، اهلا بكم. تغلب الانصار على الاخاء الاهلي علي بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد في المباراه التي جمعتهما على ملعب بيروت البلدي ضمن الجوله الخامسه من بطوله لبنان لكره القدم. الاخاء افتتح التسجيل في الدقيقه الرابعه عن طريق عماد غدار، وفي الدقيقة 63 أدرك صاحب الأرض التعادل بواسطة البرازيلي راموس، وبعدها بدقيقتين فقط تقدم الأنصار للمرة الأولى من ركلة جزاء سددها محمد حمود بنجاح. وفي الدقيقة 76 حسم ربيع عطايا المباراة لصالح الأنصار بإحرازه الهدف الثالث، ورفع الأنصار رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الإخاء الأهلي عند النقطة 7 في المركز الرابع. وضمن الجولة ذاتها فاز شباب الساحل على الرسنج 4-1، وطرابلس على السلام زغرتا بثلاثية نظيفة. حسم برشلونة كلاسيكو إسبانيا عندما تغلب على ضيف ريال مدريد في الكامب نو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 10 من بطولة إسبانيا لكرة القدم. البرازيلي نيمار كان نجم المباراة الأول بإحرازه الهدف الأول وصناعته للثاني الذي جاء بواسطة تشيلي أليكسيس سانشيز، في حين أحرز هدف الريال الوحيد خيسي رودريغيز في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع. وعزز برشلونة صدارته للليغا ب 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، فيما بقي الريال ثالثا ب 22 نقطة.
نبقى مع كرة القدم الأوروبية وننتقل إلى الدور الألماني، حيث حافظ بايرن ميونخ على الصدارة بعد فوزه على ضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. تقدم الفريق الضيف في الدقيقة الرابعة عن طريق الكولومبي أدريان راموس، وعادل الكرواتي ماريو مانزوكيتش النتيجة برأسية في الدقيقة 29 قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة 51. وبعدها بثلاث دقائق فقط عزز ماريو غوتسي تقدم الفريق البافاري بهدف ثالث. وفي الدقيقة 58 سجل التونسي أنيس بن هاتيرة هدف هيرتا برلين الثاني والأخير، يرفع بايرن رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند الذي تغلب بدوره على مضيفه شالكة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي إنجلترا وصل فريق أرسنال عروضه القوية وعاد بفوز ثمين من أرض كريستال بالاس في افتتاح الجولة التاسعة من البريمير ليج، وواصل ليفربول ملاحقته للمتصدر أرسنال وأبقى على فارق النقطتين معه بعد تخطيه ضيفه ويست برومتش ألبيون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وشهدت هذه المرحلة فوزا صعبا لمانشستر يونايتد في الأولد ترافورد على ضيفه هول سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إلى عالم الكرة الصفراء، حيث تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى نهائي بطولة إسطنبول الدولية لتنس السيدات بعد فوزها على الصربية المخضرمة ييلينا يانكوفيتش في الدور النصف النهائي. فوز سيرينا لم يكن سهلا، فبعد أن حسمت المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط لأربعة خسرت الثانية أمام الصربية بشوطين لستة قبل أن تتمكن من الفوز بالمجموعة الثالثة الحاسمة بنتيجة 6-4 لتضرب موعدا في النهائي مع الصينية لينا التي تأهلت بدورها على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا بواقع 6-4 و6-2. توج الألماني سيباستيان فيتل سائق ريد بول رينو بطلا للعالم للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه اليوم في سباق جائزة الهند الكبرى في نيو دلهي. فيتل أنهى الجولة 16 من بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة بودا في المركز الأول، محققا فوزه 6 على التوالي والعاشر هذا الموسم، علما أنه كان سيتوج بطلا حتى في حال إحرازه المركز الخامس بغض النظر عن نتيجة منافسه المباشر الإسباني فرناندو ألونسو. تصدر الفنلندي ياري ماتي لاتفالا منافسات اليوم الثاني من رالي كاتالونيا المرحلة 12 قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات. وتقدم لاتفالا سائق فولكس فاجن بولو آر على الإسباني داني سوردو سائق سيتروان دي اس 3 والبلجيكي تييري نيوفيل على متن فورد، وأنهى سائق فولكس فاجن بولو آر الفرنسي سيباستيان أوجيه الذي حسم اللقب العالمي في المرحلة 10 في ستراسبورغ أنهى هذا السباق في المركز 4. أحرز خورخي لورينزو لقب سباق جائزة اليابان الكبرى ليتأجل حسم اللقب العالمي للدراجات النارية فئة موتو جي بي إلى الجولة الأخيرة. سباق مثير شهدته حلبة توين رينج موتيجي في طوكيو بين متصدر الترتيب العالمي الإسباني مارك ماركيز ومواطنه خورخي لورينزو. لورينزو دراج فريق ياماها كان عليه الفوز بالسباق لحرمان ماركيز من التتويج باللقب في هذه الجولة، وبالفعل تمكن لورينزو من الفوز متقدما ماركيز الذي حل ثانيا، فيما جاء الإسباني الآخر داني بيدروزا في المرتبة الثالثة. يذكر أن الجولة 18 والأخيرة ستقام على حلبة فالنسيا الإسبانية في 10 نوفمبر المقبل. فاز الروسي أرتيم سيلشينكو بلقب مسابقة ريد بول للغطس من المرتفعات التي جرت في مدينة كرابي في تايلاند. ففي منافسات الجولة 12 من هذه الرياضة العالمية المعروفة باسم كليف دايفينغ،
تفوق البطل الروسي سيلشينكو على جميع منافسيه لا سيما البريطاني غاري هانت والكولومبي أورلاندو ديوك حامل اللقب العالمي 10 مرات. بهذا نأتي إلى ختام أخبار الرياضة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. والآن إلى النشرة الجوية. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم الأحد لفترة بعد الظهر الجو العام بلبنان مكمل قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة. نسبة رطوبة أدناها 20 أقصى 60%، اتجاه رياح شمالية غربية لشمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تصل اليوم نبدا على طرابلس 26، 25 بجبيل، 26 درجة بصيدا وصور و27 للعاصمة بيروت، 23 بالقرعون، 24 بزحلة، 20 لبيت الدين، 16 بفقرة و17 درجة أقصاها للآن. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. توتر في طرابلس تتخلله أعمال قنص أوقعت المزيد من الضحايا. الجيش الحر يدمر مقر قيادة حزب الله في السيدة زينب وسقوط قتلى وجرحى. عشرات القتلى والجرحى في هجمات في بغداد والموصل، والجيش العراقي يبدأ عملية واسعة في الأنبار. وفي الرياضة، الألماني سيباستيان فيتال بطل العالم للفورمولا 1 للموسم الرابع على التوالي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.